انطلقت فعاليات الملتقى الصحفي المصري العماني بالقاهرة، وخلال كلمته في افتتاح الملتقى أكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي أن إقامة الملتقى في مصر بمكانتها الثقافية الكبيرة في العالم العربي هو خير دليل على التواصل الثقافي والمجتمعي بين الشعبين الشقيقين. يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة التي تأتي في سياق احتفالنا بمرور قرن على العلاقة الدبلوماسية الحديثة بين البلدين الشقيقين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، والتي كانت عامرة بالمواقف النبيلة على الجانبين بما يعكس عمقهما الحضاري على كافة الأصعدة. كما يسرني أن أثمن الجهود المقدرة لجمعية الصحفيين العمانية على مبادرتهم لتنظيم هذه الندوة الهادفة بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية لإبراز مختلف الجوانب الحيوية في هذه العلاقة التاريخية، وهي تأتي حقيقة بعد مرور أشهر من الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقة التاريخية الحديثة بين البلدين الشقيقين في هذا المكان وفي هذا الصرح الثقافي أيضاً.